بدت المشكلة من نهارة اللي وقع، معناتها المناظرة نتاع شركة فهد قفصة 1700 عون تنفيذ، معناتها خرجوا الريزلتا نتاع المناظرة على أربع مراحل، فمش حتى مناظرة في الدنيا هذه تخرج على أربع مراحل، مرحلة واحدة. والمشكلة الثانية كل وين يخرجوا الريزلتا يخرجوها في الليل، في نص الليل، لماذا؟ ما نعرفوش علاش. شركة فوسفات القفصة في تاريخها توجد ثلاثة أنواع متاع انتداب في الشركة تاعها. في الأول في مدة التأسيس، في التأسيس تم باعتبار ما فماش يد عاملة، الشركة تعهدت وعملت معنا حلقات وعملت دعوات على مستوى كامل الولايات الجمهورية للالتحاق بالعمل في شركة فوسفات القفصة. هذا في التأسيس في 1900 و 1895 وصول حتى 1920، هذه مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة الفساد النقابي والسياسي، كان الانتداب يتم في شركة فوسفات القفصة عبر النقابيين الفاسدين وعبر الحزب الحاكم آنذاك، كسوة على مستوى التجمع أو على مستوى الحزب الشراكي الدستوري، والفساد تمثل في علاقة برشاوي. فالمناظرة هذه مع احترامي لرؤية الجميع، أنا شفتها أول مرة في تاريخ شركة فوسفات القفصة منذ التأسيس وصولي إلى هذا اليوم، وأنه مناظرة تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل. خلينا نشوفوا شكون الطرف اللي غير النتائج. كان شركة فوسفات القفصة تتحمل مسؤوليتها، لكن الوكالة تتحمل مسؤوليتها، وما اعتقدش في على الأقل في تجربتي المتواضعة ما اعتقدش وأنه الوكالة عندها دراية بالمتناظرين. الشباب ما عادش يفتش لك على مناظرة معناها شنو اللي شافها من تجاوزات، قال لك نحب التشغيل. شباب معتمدية كيف معتمدية المظيلة، معناها تشوف في كونكور معناها في 1700 موطن شغل، تشوف فيه معناها عدد لا يتجاوز 99 معناها موطن شغل في المعتمدية هذه. عباد معناها ما عادش قد تحارب الدولة، معناها باش تمشي تقول له عاود لي كونكور وشوف لي مقاييس، وقال لك يا خويا لا خلي يخدم حتى انا نحب نخدم. نحن معتمدية عانت الفقر وعانت المرض، قالك نحب كونكور، نحب نسبتي. مجمع كيميائي اليوم باش يهبط 427 موطن شغل، نحن ما قلناش رانا نهزوك نحن المعتصمين وقفصة ومعناها لا، نحب بيني لي نسبتي نعمل المجمع هذا اللي قاعد يقتل فيا. كي تحكي الدولة على الخسائر اللي تبيش تسببها المعتصمين في شركة فوسفات القفصة، علاش كيكون الاعتصام سلمي ما فيهمش اطراف تاع حوار، والا فما اطراف تحب تدخل باش تلبي الطلبات تاع المعتصمين؟ هذا في مرحله اولى. في مرحله ثانيه وقت اللي تحكي الدوله على الشركه نتاع على الخسائر نتاع شركه فوسفات القفصه، علاش ما تحكيش على المرابيح؟ شبه 120 سنه والشركه تخدم، ما شفناش حتى مره واحد قرر فما مرابيح ولا فما انتاج ولا فما بيرسونتاج معين للزون منيير في اي بلاصه. ونسوا اللي هي الدوله والشركه متسبه في الأمراض الكل، متسبب في قصان الماء، متسبب في الذر الصغار، أول ما يولد الذر الصغير يبدأ يعالج من النهار الأول، متسبب إني حتى السنين متاع الناس الكل كالكير، متسبب نحن يومين نعيشوا في الزلزال في المنطقة هذه، وقت اللي تضرب المينا الميناج في الكاريرات، الديار متاعنا كلها تمشي معناتها تطيح ديار، كل عام وحنا هذا يا أخي هذا مش جرم. تفاجأنا في خلال جلسات الماراثونية اللي عملناها مع أخوانا المعتصمين ومع أبنائنا المحتجين، هو أنه كل جهة من المعتصمين يفاجئونا باتفاقات ممضات مع أطراف رسمية خلال المدة اللي فاتت، ويقولون راهو جانا فلان الفلاني المسؤول الفلاني وأمضى معنا اتفاق ونحن نطالب بتطبيق هذا الاتفاق. وهذا تفاجئنا به فعلا، والأخ أبو علي المباركي معناها تفاجئ جدا بهذه الاتفاقات. يعني الاتفاقات هذه كانت عائق أمام أنه أبنائنا معناها المحتجين معناها تكون عندهم الثقة فينا كطرف محاور في أنه بشاقة تطبيق الاتفاقات. عندهم حق في التبرير لكن ما عندهمش حق في تعطيل الإنتاج. صحيح يقولك أنا رو كل الأساليب مارستها معناها باش نضغط على الحكومة هذه، لكن للأسف ما استجابتش، وكان خياري الوحيد هو أن نعطل الإنتاج، لأنهم يعرفوا هما أنه تعطيل الإنتاج باش يوصل الحكومة إلى أنها تتدخل. لكن لازم نتذكروا هنا وأن الحكومة بقيت أكثر من شهر والشركة لا تعمل ولم تتدخل،
ولولا تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل معناها حلحلة الوضع، الحكومه للاسف موقفها كان مش باهي في المساله هذه، وكانه هناك معناها خيار من هذه الحكومه لتعجيز هذه الشركه. المشكله ماهيش المعتصمين، المشكله انه من قبل الثوره وحتى بعد الثوره الدوله تتعامل مع الجهه ككل كوجعة راس، معناها في كل لحظة تعدي حربوشة، معناها ما تشوف شنية المشكل الأساسي ولا المشكل العميق اللي قاعد كل مدة كل فترة متاع عام عامين تصير فيها الاحتجاجات هذه. معناها شركة فوسفات قفصة ما هيش الدولة، ما يلزمش تكون هي الدولة اللي يلزمها تقوم بكل شيء في المنطقة، ثم دور الدولة اللي متخلى عليه لازم ترجع وتحضر وتوفر، معناها توفر الانفراستركتور، توفر مثلا بدائل للعاطلين على العمل باش يخدموا. ثم مشاريع كبيرة برشا ينجموا يحلوها في البلاد وتستفيد منها التوانسة الكل، مانيش نحكي كان على الزون مينير، تنجم تستفيد منها التوانسة الكل، على خاطر الكريرات اللي تخدم فيها شركة فوسفات قفصة نجموا نعملوا معمل ياجور، خاطر موجود عندنا التراب، موجود عندنا الطين، نجموا نعملوا الكونكاسير اللي هو الجرافي موجود عندنا في 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 جبي، نجم يعمل الكريرات، ينجم يعمل كرير متاع زبس، معناتها ثم في الجبل في كل شيء، ينجم يعمل بالمادة متاع الرمل معمل متاع باللور اللي هو فيه مادة الكريستال، هذه حاجة. عندنا زون دوستريال متاع معامل، معناتها معامل بالمنظر. ثم 76 مشروع تم إسنادهم من قبل الحكومة في مجلس وزاري تاع جوان ماي 2015 لم يوقع تفعيل. مثلا في المضيلة معناها تم إقرار على أساس إحداث معناها معمل تياجور اكتفوا كان بالصور برك. اثنين في علاقة بالمعمل العلف بجنب المجمع الكيميائي التونسي، في زيارة مؤخرة عمناو البركة رئيس الحكومة جاء وعمل حجر تدشين للتأسيس للمشروع، وإلى حد اللحظة دي معناها تبين أن المشروع معناها مش باش تعمل. على مستوى الإكتار أقروا على أساس أنه باش يعملوا معمل تاسيمان، إلى حد اللحظة دي كيف ما فماش. معناها ليش نشوفوا أنه العديد من المشاريع يوقع الإعلان عليها إلا أنه بعد يوقع تعطيلها. نشوفوا شنو الأولويات التنموية واللي بزوها متاع المنطقة هذه كل، وأنه نتفقوا الناس كلها أنه تعطيل الإنتاج مش باش يحل الإشكال، هو انه الشركه ترجع لمستويات الانتاجيه نتاعها القديمه، وعلى اساس تعهد كما سير قبل تعهد بمشاريع واضحه في مد في في جدول زمني معروف. الحل هو معناها ان بلان للمشاريع التنمويه بمختلف اشكالها، وتتعهد الشركه بانها مثلا تضاعف المساهمه المجتمعيه نتاعتها اللي هي في تقريبا تو حاليا في 20 مليار في السنه تصب فيها للجهه للمجلس الجهوي. تنجم اذا كانت توصل تحقق ارباح اكثر الشركه نتصور انها تنجم تضاعف المساهمه التنمويه المساهمه الاجتماعيه نتاعها في المنطقه. ابنائنا في الحوض المنجني متخوفين من التحركات من دعوه الحكومه الى تطبيق الحل القضائي هذا، وهم محقون في ذلك لانه الايقافات كانت صايره قبل حتى المجلس الوزاري وحتى قبل المفاوضات، راهي كانت معناها هناك برقيات تفتيش في ابنائنا المحتجين والمعتصمين، ونحن كاتحاد جهوي معناها حاولنا ان نهدي من هالمساله هذه، لكن معناها القرار نتاع المجلس الوزاري الاخير معناها واصل في نفس المسار، ونحن نعتبره معناها قرار قد يكون في غير محله في الظرف اللي نحن فيه تو. المعتصمين عندنا نسات سلميه، نسات ضد التخريب، معناتها يعطوا علينا صوره معناتها معاكسه للحاجه اللي نعيشوا فيها احنا. والدليل الكبير انه ما فمش حتى مسؤول هبط وجا عين البارتي، فماش فما ناس غادي معناتها توصلها اخبار، ما عادش عندهم بيادق يستعملوا فيها يوصلون في الاخبار بالغلط، ان احنا نعملوا هي ادخل اهبط للميدان وواجه الناس. كان جت الناس بقلوبها وكان جت الناس معناتها عندها ثقه في ارواحها، راهي هبط المعتصمين وحكيت معها احنا ما شفناش حتى شيء من هذا.